الجزء القادم لسلسلة Call of Duty راح يكون اسمه Black Ops 5 وراح ينزل سنة 2020. واليوم تسربت لنا كتير معلومات عن Black Ops 5 عن طور القصة، الملتي بلاير وحتى الزومبيز، فبهالفيديو راح نتكلم عن كل هالتسريبات. فيلا خلنا نبدأ. قبل لا ابدا بس حاب انوه انه هالفيديو برعايه محلات جي كي. محلات جي كي جيمز منتشره بدول الخليج وعندها كل ما يخص الجيمينج. وهل فكرت مره انك تحول بي سي عشان تلعب كوستوم زومبي لبلاك اوبس 3 مثلا، او تلعب العاب نفس فورتنايت وببجي واوفر واتش بفريمات عاليه، او تلعب العاب كتيرة مو موجودة على الكونسول؟ بس اكبر عائق بيواجهك دائما اللي هو انك مالك خبير بالبي سي، ما تعرف تبني بي سي، ما تفهم بالقطع وشي من الكلام. فجي كي جيمز عندهم الحل حاليا، ولاول مرة عندهم بي سي كامل مركب على الاخير، ما في داعي انك تركب فيه اي شيء. بتشتري البي سي، القطع مرتبة فيه بشكل كامل بشكل جدا مرتب. البي سي فيه i5-9400 بروسيسور، فيه ماذر بورد من شركة ايسوس، فيه 16 جي بي رام، فيه كرت شاشة زوتاك RTX 2060 سوبر، فيه هارد ديسك عادي 1 تيرا بايت وهارد ديسك SSD 240 جيجا بايت واشياء اكثر، وكل هذا بسعر 6000 درهم او ريال سعودي. ممكن حد يقول لو انا بنيت بي سي لحالي راح يطلع ارخص، صدقني روح شوف القطع الموجوده فيه وقارنها، لو انت تبي تركبها لحالك ما راح تلاقي هالفرق الكبير. وجه الحلو انه هاد بي سي، يعني لو اشتريته بعد سنه سنتين نزل كرت شاشه جديد، بكل بساطه تفكه تشيل كرت شاشه القديم تركب الجديد، مو نفس اللابتوب. لو اشتريت لابتوب خلاص ما فيك تغير فيه اي شيء، او فيك تغير بس بصعوبه. فلتفاصيل اكثر عن بي سي جيمنج شيك اول لينك موجود بالوصف. وشيء ثاني بسيط ابي اقوله قبل نبدا، والله مو ناسي شرح قصه ماب تاجر ان توتن او شرح نهايه الزومبي، راح تكون قريبا يعني اسبوع او اسبوعين ماكسيموم راح تلاقوا شرح نهايه قصه الزومبي، وراح تلاقوا بعدها شرح قصه الزومبي بالكامل مع النهايه مختصره، ما راح تكون ساعتين، يمكن تكون نص ساعه لساعه. فاي بس حبيت اقول لكم هالشيء لانه كل مكان على تويتر انستغرام يوتيوب اي شيء احطه لازم الاقي تعليقات كثير بشار وين قصه تاجر ان توتن، ماني سحب عليها وراح تشوفوها بوقت جدا قريب. طيب الحين عنا نوعين من التسريبات، عنا تسريبات قديمة ومتأكدين منها لانه طلع اكثر من مصدر اكدها، وعنا تسريبات جديدة طلعت مو متأكدين منها مرة. فخلنا اول شيء نتكلم على التسريبات القديمة اللي متأكدين منها 100%. فالتسريبات المؤكدة انه هالسنة اللعبة راح تكون من تطوير تريارك. رجعنا لنظام السنتين بين تريارك وانفينيتي وورد، مع انه المفروض هالسنة تكون اللعبة من سلج هامر، هيك النظام كان ماشي، بس لا هالسنة اللعبة من تطوير تريارك. شو السبب بهالشيء؟ السبب انه استوديو سليدج هامر اللي عمل كول اوف ديوتي وورلد وور 2 وادفانس وورفير قاعد يتفكك شوي شوي. يعني من فتره شفنا انه المدراء الاثنين اللي ماسكين سليدج هامر طلعوا من سليدج هامر وصاروا يشتغلوا مع اكتيفيجن بشكل دايركت، بعدين طلعوا من اكتيفيجن بشكل كامل وصاروا شوي شوي يسبوا اكتيفيجن ويسبوا اللعبه. فاستوديو سليدج هامر ما فيه مدراء، ما فيه ناس ماسكينه بالوقت الحالي، فكان المفروض انه سليدج هامر مع مساعده استوديو ريفن عم يشتغلوا على اللعبه القادمة اللي هتنزل هالسنة 2020. استوديو ريفن اللي ما يعرفه هو اللي سوى كول اوف ديوتي مودرن وورفير ريماستر، هو اللي اشتغل على بلاك اوت ببلاك اوبس 4 بالتعاون مع تريارك، وهو اللي عمل طور الزومبيز بكول اوف ديوتي ادفانس وورفير اللي هو الاكس زومبي افشل زومبي. فاي هي الخطة كانت بكل بساطة انه سلاج هامر وريفن يشتغلوا على كول اوف ديوتي 2020 وتريارك لكول اوف ديوتي 2021. اللي صار انه سلاج هامر وريفن اتخانقوا بين بعض او ما اتفقوا بالشغل مع بعض على الكونسبت على كل شيء، وكان جدا صعب يكملوا الشغل مع بعض وجدا صعب انهم يتفرقوا، لانه سلاج هامر يعني ما في ناس ماسكينه حاليا وريفن استوديو فرعي مو استوديو اساسي. فاللي سويته اكتيفيجن قالت تعالي يا تريارك انت رح تعملي كول اوف ديوتي 2020، انت القائده وتحتك سلاج هامر وريفن. ففعليا كول اوف ديوتي 2020 ثلاث شركات رح يشتغلوا عليها. فهل شيء فيه ايجابيه وسلبيه؟ السلبيه انه استوديو تريارك ما عنده الا سنتين او اقل من سنتين ليشتغل على جزء كول اوف ديوتي بلاك اوبس جديد، فممكن ما يلحقوا يسوي اللعبه، بالذات انه بلاك اوبس 4 جابوا فيها العيد، فيعني يحتاجوا لراحه، يحتاجوا لثلاث سنين يعملوا لعبه بشكل كامل. هاي السلبيه. الايجابيه انه مو بس تريارك عم يشتغلوا على اللعبه، ثلاث شركات يعني ثلاث اضعاف القوى العامله على هاللعبه. فصحيح انه عندهم وقت اقل بس عندهم ثلاث اضعاف القوى العامله، فهالشيء اكيد راح يعوض. وغير هيك لا تنسوا انه افضل اجزاء كول اوف ديوتي اللي هي مودرن وورفير 2، بلاك اوبس 1، مودرن وورفير 3 وبلاك اوبس 2، كل هالالعاب عملوها في اقل من سنتين، فانه مو شيء جديد عليهم. طيب هاي التسريبات اللي نعرفها، هاي التسريبات المؤكده اكثر من مصدر موثوق اكدها، بس الشيء اللي ما بنعرفه
نعرفه شو التفاصيل، شو اسم اللعبة، شو حقبة اللعبة، قصة الزومبي رح ترجع أو لا. هالأشياء ما كنا نعرفها أبدا، لحتى الأسبوع الماضي إجا واحد على موقع ردت قال إنه هو أحد الأشخاص اللي بيشتغل باستوديو تريارك، وقال الأشياء اللي اشتغل عليها والمابات، وذكر كتير تفاصيل، وقال إنه طلع من الاستوديو وبيقول لنا كل التفاصيل عن بلاك أوبس 5. قال اسم لعبة كول أوف ديوتي هالسنة هي بلاك أوبس 5 أو بلاك أوبس في. فهي التسريبات الجديدة الغير مؤكدة، فيعني نوعا ما لا تصدقوها 100%، ممكن تكون صحيحة وممكن فعلا كل شيء قاعد يقوله صح وممكن كله كيس، بس خلنا نقول ونناقشها ونشوف هل قريبة للحقيقة أو لا. أول شيء قاله إنه اسم اللعبة هو بلاك أوبس في، اللي هو بلاك أوبس 5 نفس جي تي اي في، بس راح يذكروا اسمه وينعرض بالأسواق باسم بلاك أوبس في مو بلاك أوبس 5، لسببين: أول شيء إنه الجزء الخامس، وتاني شيء إنه هو راح يكون ريبوت لطول القصة، وطول القصة راح تكون بالفيتنام نفس بلاك أوبس 1. فبلاك أوبس في بلاك أوبس فيتنام. اللي ما بيعرف شو يعني ريبوت، اقرب مثل فيني اعطيك يا مودر وورفير. مودر وورفير السنه كانت ريبوت، انه اسم مودر وورفير في شخصيه كابتن برايس، بس اللعبه يعني جديده كليا، ما لها اي علاقه باجزاء مودر وورفير القديمه. فنفس الشيء هون راح تكون بلاك اوبس 5 راح تكون ريبوت، فبالنسبه لطول القصه راح تكون قصه جديده كليا، بس عادي نشوف شخصيات جدا مشهوره بالقصه نفس سيرجن فرانكوود او رازنوف وغيرهم، بس راح يكونوا قصة جديدة وعالم جديد نفس كابتن برايس مع مودر وورفير. تسريب قال انه القصة راح تكون بالفيتنام، راح تكون بالحرب الباردة نفس بلاك اوبس 1، وراح يكون فيها دم وعنف اكثر من مودر وورفير، فراح تكون قصة عنيفة نوعا ما. صراحة جدا متحمس لهالشيء. الحرب الباردة اللي كانت خلينا نقول تقريبا 1960-1970 بنفس وقت حرب الفيتنام، كانت اكثر حقبة بتاريخ الحروب فيها اشياء غامضة من ماسونية، من اغتيالات، من بين عمليات غسيل الدماغ بين امريكا وروسيا، وشفنا هالشيء بشكل جدا واضح بقصه بلاك اوبس 1. فاظن طول القصه راح يكون جدا حماسي لبلاك اوبس في او بلاك اوبس 5. والتسريب الجديد قال انه صحيح انه 3 شركات عم يشتغلوا على اللعبه، يعني 3 اضعاف القوى العامله. قال بنفس الوقت كل المطورين اشتغلوا وقت مضاعف على اللعبه اوفر تايم، لانه كانوا خايفين بشكل جدا كبير انه ما يلحقوا يعملوا اللعبه بسنه ونص، فاشتغلوا وقت مضاعف وثلاث شركات، لدرجه انه حاليا خلصوا من البري الفا، فيعني اساس اللعبه حاليا موجود، ناقص يعدلوا الجرافيك، يضيفوا اشياء مثل الموسيقى، رسومات معينه، اسلحه، بس اساس اللعبه موجود حاليا. طيب خلينا نتكلم على المالتي بلاير. قال اول شيء المالتي بلاير ما راح يكون فيه سبيشاليست، فما ادري صراحه انا ضد او مع هالشيء، قولوا لنا بالتعليقات انتم مع او ضد هالشيء. قال راح يكون فيه 12 ماب مالتي بلاير مع نزول اللعبه، وما في سيزون باس او بلاك اوبس باس، راح يكون نظام نفس مودر وورفير، كل شيء مجاني. بس من ال 12 ماب هدول راح يكون فيه 3 ماب مابات ريميك، 3 مابات قديمين. المابات هما اول واحدة، احذروا معاي شو هي، ما راح تتخيلوها، شيء راح يلحس مخكم، شيء مستحيل انك تتوقعه. خلاص اقولها اكيد نيوكتاون، ف نيوكتاون راح تكون احد مابات ريميك وهذا الشيء متوقع. بعدين في ماب اسمه ني ديب من كول اوف ديوتي وورلد ات وور، ما اعرف الصراحه ما لعبت كول اوف ديوتي وورلد ات وور. وبعدين من بلاك اوبس 1 في ماب جنجل، ما ادري ليش اختاروا ماب جنجل صراحه، اول ما قرات الخبر او هالتسريب ما عرفت ليش جنجل بالذات. بعدين اشتغل المحقق كونان براسي شوي، قلت انه اللعبه راح تنزل نهايه 2020 بنفس وقت نزول البلاي ستيشن 5، فاكيد راح يكون الجرافيك فيها جدا رهيب، فبدهم ماب يطلع قوه هالجرافيك، واظن ما في افضل من جنجل. جنجل كله عباره عن غابه واشجار ومي ومن هالكلام، ففينهم يتفننوا فيه ويطلع بشكل جدا حلو، فاظن هذا السبب انهم اختاروا يحطوا ماب جنجل. فكروا فيها، لو بدهم يحطوا فايرنج رينج ولا سمت، اي مابات خرافيه بس ما فيهم يطلعوا قوه الجرافيك. فايرنج رينج كلها رمل، وسمت يعني عباره عن مبنى وتلج، بينما جنجل اشجار وطبيعه وكذا، ففينهم يتفننوا فيها ويطلعوها بجرافيك جدا حلو. بالنسبه للاسلحه قال راح تكون شبيهه باسلحه بلاك اوبس 1 وورد ات وور، فهذا الشيء متوقع طالما اللعبه بحرب الفيتنام. قال راح يرجع نظام البيكتن او العشر نقاط الكلاس، وهالشيء متوقع. وقال انه راح يرجعوا البرو بيرك، هالشيء ما كنت متوقع ابدا صراحه. اخر مره شفنا فيها البرو بيرك كانت كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3، اللي هو عندك بيركات اساسيه، بعدين كل بيرك تسوي له تحدي للطوره وتخليه برو. اخر مره شفنا الكلام ب 2012 مودرن وورفير 3، من بعدها كل اجزاء كول اوف ديوتي البيركات
تجيك مثل ما هي. فما ادري صراحه انا ما ضد هالشيء, شاركونا بطلقات ارائكم. طيب وحاليا خلنا نتكلم عن الزومبيز. الزومبي قال انه راح يكون ميكس بين بلاك اوبس 3 وبلاك اوبس 4. راح تبدا اللعبه بمابين زومبي وهالشيء عاجبني صراحه. ما بيهم يبداوا باربع مابات نفس بلاك اوبس 4 وكل المابات تحسهم منقصين فيهم بشكل ما او باخر. لا, مابين نفس بلاك اوبس 3 شادو اوف ايفل وذا جاينت مابات خرافيه. فاي راح يبداوا بمابين, راح يرجعوا لقبل قم مو الالكسر. فهي تلميح ممكن انه راح ترجع قصة الايثر, ما في الاكسر في قبل قام. راح يرجع نيوتن كوك بوك اللي كان موجود ببلاك اوبس 3 واللي وعدنا فيه جيسون بلندل انه نشوفه ببلاك اوبس 4 بس ما شفناه. اللي ما يعرف نيوتن كوك بوك هو انك تخلط علكات معينة لتعطيك علكة نادرة او شيء من الكلام. نظام الكريات كلاس راح يكون موجود نفس بلاك اوبس 4 وبلاك اوبس 3, اللي هو انك تضبط سلاحك من برا والاتاتشمنت وهالكلام كله. الشيء الحلو قال انه نظام البركات القديم راح يرجع. نظام البركات الجديد ببلاك اوبس 4 راح يشيلوه على حسب كلام التسريب, فانه راح تدخل ماب وتلاقي كل البركات الجديده وضافوا من البركات الموجوده بالماب بعض البركات من بلاك اوبس 4 نفس داينج ويتش وبي اتش دي سلايدر وغيرهم. فان شاء الله يكون هالشيء صح, مع اني حبيت نظام البركات ببلاك اوبس 4 وشفته نوعا ما بالانس. بس خلاص يعني معظم اللاعبين كانوا يحبوا نظام بلاك اوبس 3 اكثر, وصراحه يعني بالنسبه للمتعه نظام بلاك اوبس 3 كان ممتع اكتر الصراحه. انك تبدا بدون جاجر وتروح وتعاني لتشرب الجاجر وتحس انك محمي, مو نفس بلاك اوبس 4 تبدا معاك الجاجر تبي سبيد كولا اشرب اربع بيركات وشي من الكلام. فاي بالنسبه لي مبسوط ان نظام البركات القديم راح يرجع. بالتسريب قال انه قصه الفوضى لغوها, ما راح نشوف قصه الفوضى ببلاك اوبس 5. وقال ما في انه يعطينا تفاصيل عن القصه, يعني ما قالنا اذا القصه هي ايثر او لا. بس قال انه الزومبي راح يكون في طورين, راح يكون في طور القصه وطور السيرفايفل. فما ادري صراحة شو راح يكون النظام, انه من زمان نبي طور قصة للزومبي بس ما ادري. ممكن يكون الماب نفسه نفوته طور قصة او الماب نفسه نفوته طور سيرفايفل. فلو دخلناه طور قصة يمدينا نحل اللغز ونسوي اشياء لها علاقة باللغز, بينما لو دخلناه طور سيرفايفل راح يكون مثلا عاطينا بعض الاشياء اللي تاخد وقت بطور القصة لنبنيها مثل سلاح الماب الدرع او اشياء معينه تكون مبنيه جاهزه بس ناخذها ونوصل راوند عالي اظن. او ممكن لا, الطور السيرفايفل هو اللي نعرفه مع حل اللغز مع كل شيء, وطور القصه يكون شيء جديد كليا. قال انه طور القصه راح تكون سوداويه او مظلمه, فهالشيء حلو. بس مثل ما قلت لكم ما قال اذا راح تكون تكمله لقصه الايثر او قصه جديده كليا, ما نعرف. بس اللي قال انه قصه الفوضى تم لغيها. بس لو نشوف بشهر 11 او شهر 10 تقريبا, احد الاشخاص سال كريغ هيوستن كاتب قصص الزومبي بكيو ان اي سو الشركه, ساله وقال هل قصه الايثر انتهت للابد خلاص؟ رد عليه وقال مع وجود الابعاد الزمنيه والعوالم اللانهائيه ممكن بشكل ما او باخر نرجع لقصه الايثر. فلمح انه لا, قصه الايثر ما انتهت, بس ممكن نلعب بشخصيات جديده كليا بقصه ثانيه بس بعالم الايثر نفسه. طيب وتكلم عن تفاصيل المابين بشكل جدا كبير, ما راح اذكر كل التفاصيل, راح تلاقوها بالوصف لو بدكم لانه ممكن بتكون غلط. فراح نضوع وقت راح اقول اهم الاشياء اللي قالها. الماب الاول اسمه دير تيفن بالالماني, لما ترجمتها للعربي طلع معناها العميق او الشيء من هالكلام. فالماب راح يكون بفرنسا, راح يكون بمدينه بفرنسا حقيقيه اسمها لا روشل. الماب راح يكون عباره عن عماره تقريبا نفس دايرايس, راح تكون مكونه من 3 طوابق. وجو الماب نفس الفا اوميجا, نفس البنكر تحت الارض بالفا اوميجا, هيك راح يكون جو الماب تقريبا. حجم الماب راح يكون متوسط وراح يكون فيه الكلاب, وقال انه راح يكون قريب لحجم اورجنس بس اصغر شوي من اورجنس. الماب الثاني اسمه سيتي اوف بلاد او مدينه الدم, راح يكون كمان بفرنسا بس راح يكون بباريس. قبل نتكلم عن التفاصيل, اللي ما يدري ببلاك اوبس 1 الشركه كانوا مخططين انه اخر ماب زومبي يكون بباريس وكنسلوها وعملوا مون او القمر, فيعني ممكن راح يكملوا حاليا بباريس. الماب راح يكون تحت برج ايفل, يعني راح يكون بمنطقه, المنطقه كلها تحت برج ايفل. بيرك الجاجر راح يكون تحت برج ايفل,
والباك بانش رح يكون على قمة برج إيفل. في لغز معين لازم نسويه رح يودينا على قمة برج إيفل. رح يكون عنا وقت جدا سريع لنطور أسلحتنا وبعدين رح ننزلنا تحت. البانزر رح يكون موجود، البانزر من أورجنس ودير آيسندراخ، ورح يكون في 3 أنواع للبانزر. بس نذبح الثلاث بانزرات رح يعطينا كل واحد منهم قطعة لسلاح الماب. حكى جو الماب وديزاين الماب جدا قريب بماب جورد كروفي. فاي هاي التسريبات عن الزومبي صراحة ما أدري أصدقه أو لا، بس في كم شيء قاله مقنع. أولا أنه مابين بفرنسا، يعني نوعا ما واضح أنه بدون يبدأوا القصة بفرنسا، مشان هيك عملوا أول مابين بفرنسا. يمكن ماب شخصيات يسوي فيه شيء بعدين يروحوا على الماب الثاني يضلوا بفرنسا لأنه بدهم يبدأوا قصة منطقية نوعا ما. فهذا الشيء خلاني أصدق شوي نوعا ما. تاني شيء أنه الماب بفرنسا تاني رح يكون بباريس وبرج إيفل، وأصلا الشركة كانوا مخططين يعملوا ماب بباريس وبرج ايفل ببلاك اوبس 1. وتاني شيء انه اسم الماب الاول دير تيفن اسمه بالالماني، ومتعودين اسماء المانيه كتير لما بات زومبي، تاك دير انتوتن، دير ايسندراخ، ديريس فوركت، فاي اسم الماب الماني. فاي شباب هاي التسريبات كلها اللي عنا اياها لكول اوف ديوتي بلاك اوبس 5 لطول القصه والمالتي بلاير والزومبي. اتمنى تشاركونا بالتعليقات اراكم هل تشوفوها حقيقيه ومنطقيه او من keys.com. اتمنى لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات، واتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تنعم الفيديو بزر اللايك وشارك بالقناه. وبس كلمكم شركيات شركيات كاشكم ديها الثاني ان شاء الله. مع السلامه.